بيان ليان أو فن تغيير الوجه. فن يندرج ضمن الفنون المسرحية الصينية القديمة، وجزء لا يتجزأ من أوبرا سيتشوان العامة. يرتدي الراقصون ملابس ذات ألوان زاهية، ويتحركون وفقا للموسيقى ذات الإيقاع المرتفع والدرامي. عادة ما يصورون الشخصية المعروفة من الأوبرا، ويقومون بتحريك رؤوسهم أو بالتلويح عن طريق أيديهم أو باستخدام المروحية لتغيير الوجه بشكل فوري وخاطف. وتتخذ 4 طرق لتغيير الوجه. الطريقة الأولى: نفخ الغبار. عندما يقوم الفنان بنفخ الغبار الأسود المخبأ في كفه أو القريب من عينيه أو أنفه أو فمه بحيث يغطي وجهه. الطريقة الثانية: تلاعب باللحية. عندما يتغير لون اللحية من خلال حركتها، ويتغير اللون الأسود إلى الرمادي وأخيرا إلى اللون الأبيض، وهذا يعبر عن الغضب أو الإثارة. الطريقة الثالثة: سحب وإسقاط الأقنعة. يقوم الفنان بسحب قناع مخبأ في أعلى الرأس، فيغير وجهه إلى اللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق أو الأسود، مما يعبر على التوالي عن السعادة أو الكره أو الغضب أو الحزن. الطريقة الرابعة والأخيرة، وهي سحب الوجه. عندما يقوم الفنان بسحب مادة شمعية مخبأة في سالف شعره أو حواجبه لتغيير مظهره. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الجرس والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.